أهلا بكم مشاهدينا في حديث الرياضة، ونبدأ أولا بالأخبار المحلية. سعد فريق اتحاد إب نغمة الانتصارات عندما حقق فوزا صعبا وثمينا على أرضه وبين جماهيره على ضيفه فريق فحمان أبيان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب 22 مايو في إب ضمن الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. ورفع الاتحاد بهذه النتيجة رصيده إلى 21 نقطة، قفز بها 4 خطوات محتلا المركز 7، بينما حل فحمان محله في المركز 11 ب19 نقطة. أقرت الجمعية العمومية لنادي الصقر الرياضي بتعز في اجتماعها الطارئ اليوم الاستمرار في المشاركة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم واللجوء إلى الوسائل القانونية بشأن قرار لجنة المسابقات بالاتحاد العام للعبة إزاء مباراة الصقر وشعب حضرموت بملعب بارادام في المكلا مطلع يناير الجاري، كما أقر تصعيد الأمر واللجوء للاتحادات العربي والأسيوي والدولي لكرة القدم بحسب القوانين والأنظمة واللوائح في حال تعثر التوصل مع الاتحاد اليمني لكرة القدم إلى حل عادل إزاء ما جرى في مباراة المكلا. أقر الاتحاد العام لكرة الطائرة إقامة دوري الدرجة الأولى بنظام تجمع الكل مع الكل ذهابا وإيابا في أمانة العاصمة وبمحافظة تعز ابتداء من نهاية مارس القادم، كما ستشارك في منافسات دوري الدرجة الأولى 8 أندية هي سلام الغرفة وسيئون والميناء والأحمدي واتحاد إب واتحاد سيئون وشباب القطن وحسان أبيان. وأقر الاجتماع مراعاة موعد تصفيات أندية الدرجة الأولى، كما ناقش أيضا آلية تنفيذ دوري تلك الأندية لهذا الموسم في ظل الظروف الصعبة والحالية وحرص الاتحاد على استمرار نشاط اللعبة. عربيا، خرج المنتخب السعودي من بطولة كأس الأمم الأسيوية لكرة القدم المقامة حاليا بأستراليا إثر خسارته أمام أوزباكستان ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثانية، وبهذا الفوز بلغ المنتخب الأوزبكي دور 8 بعد جمعه 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الأخضر السعودي عند 3 نقاط ليغادر البطولة مع المنتخب الكوري الشمالي. وفي مباراة للمجموعة ذاتها واصل المنتخب الصيني صدارته للمجموعة عقب تغلبه على نظيره الكوري الشمالي ب2 مقابل هدف ليتأهل التنين الصيني كأول المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما غادر المنتخب الكوري البطولة خالي الوفاض عقب هزيمته 3 على التوالي. إلى كرة القدم الأفريقية، حيث فاز منتخب الجابون على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين في مباراتهما التي جرت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن النسخة 30 من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها غينيا الاستوائية حتى 8 فبراير المقبل. وبهذه النتيجة تصدر الجابون المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 2 أمام غينيا الاستوائية والكونغفو، فيما تحتل بوركينا فاسو المركز الأخير دون رصيد. في البريمير ليج، عزز فريق تشيلسي موقعه بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه سوانسي سيتي بخماسية بيضاء وذلك ضمن الجولة 22 من المسابقة، وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحق مانشستر سيتي. أيضا ضمن الجولة ذاتها فاز فريق مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين على مضيفه كوينز بارك، واستعاد فريق مانشستر يونايتد توازنه بعد هزيمته في المرحلة الماضية أمام ساوثهامبتون في عقر داره بهدف وحيد
وعاد إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بانتظار نتائج المباريات الأخرى، بينما توقف رصيد كوينز بارك عند 19 نقطة وبقي في المركز 19 بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي متذيل البريمير ليج. إلى كرة اليد، حيث حقق المنتخب القطري فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بالدوحة بعد تغلبه على تشيلي بنتيجة 27 نقطة مقابل 20 في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الأولى. رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه على البرازيل في مباراة الافتتاح، بينما بقي منتخب تشيلي بلا رصيد بعد خسارته في المباراة الأولى أمام سلوفينيا. أخيرا، أحرز القطري ناصر العطية سائق فريق ميني لقبه الثانية في قمة فئة السيارات ضمن رالي داكار بعد اجتيازه اليوم المرحلة 13 والأخيرة في شمال العاصمة الأرجنتينية بيونس إيبريس. بعد اللقب هو الرابع على التوالي لفريق ميني في فئة السيارات، وسبق للعطية أن توج بطلا للرالي عام 2011 ليصبح السابع متسابق يفوز برالي داكار أكثر من مرة واحدة. مشاهدينا، انتهى حديث الرياضة لهذا اليوم، نلقاكم في الحلقات المقبلة، دمتم في رعاية الله.